يا ناشد عني تراني شمالي بالقارة اللي بها جدلا ومسعود البال رايق والسحاب متتالي والطير انا وياه طارد ومطرود اجري وانا ستخاف ابو عبد الله منصور النجاج حلالي وما لا العرب عندي مشاريه ومنقود يا ناشد عبد الله محمد المشاري بن عميس اني شمالي بالقارة اللي بها جدلا ومسعود صالح عبد الله الطاسة رايق والسحاب امتتالي والطير انا وياه طارد ومطرود وانا ست خاطري في حلالي وما لا العرب عندي مشاريه ومنقود حسين لحمدان السبيعي ناشد عني تراني شمالي بالقارة اللي بها جدلا حكم عبد الله يحييكم البال رايق والسحاب امتتالي والطير انا وياه طارد ومطرود اجري وانا ست خاطري في حلالي وما لا العرب عندي مشاريه ومنقود يا ناشد عني تراني بسم الله اتكلنا على الله. اليوم هو ثالث ايام الصيد. عدد من الزرافات هي ان شاء الله تبارك الله صغار وكبار. والجهه الثانيه هنا قطيع من حمير الوحش الزيبرا تشوفون الزرافه الان امامنا قطيع من حمير الوحش. ايش هو اول؟ ايه قائد. لا روح روح. اخذنا بعض اللقطات. اي اي معك. هذا وقفت سبحان الله. شوف غريبه اول مره. مره الوحش. قطيع كبير من حمير الوحش. قبل شوي عدد من الزرافات. مع الزملة الأول مع الزملة الأول ويا راعي الأضح مع الزملة الأول ويا مع الزملة الأول مع الزملة الأول مع الزملة الأول ويا زين يا مع الزملة الأول ويا راعي الأوضح مع الزملة الأول ويا راعي الأوضح مع الزملة الأول ومن يوم حول ومن يوم حول ويا زين سلندر جن يوم حول مع الزمل الأول مع الزمل الأول مع الزمل الأول ويا راعي الأضح مع الزمل الأول مع الزمل الأول مع الزمل الأول ويا
ويا راعي الاضحى عزام للاول ومن يوم حول ومن يوم حول ويا زين سلندر جن يوم حول سلندر جن يوم حول ونقول ما شاء الله تبارك هذا بقره المساي بقرة المساي قاطع الطريق فهد يمينه فهد في واحد ثاني يمينه فهد تمشوك فهد في واحد يمينه فهد شوف قدامك شوفه اصبر خليني ازوم عليه سلمت طاح شوفوا روح روح بس وقف بس هذا طال عمرك غزال الجراند دورناه قبل ولا لقيناه وهالحين لقيناه طال عمرك وصدناه ما شاء الله والحمد لله رب لك الحمد طال عمرك هذا التير ايش طلعنا اللي فيها علشان اضبط لكم هالحين فيها طال عمرك اشوى وسخيفه اللحم ايوه شايف وبعدين احكموا عليها انا اول ما فتح هذا وش اسمه بطنها شميت ريحه الفرث ايوه تذكرت يوم حنا صغار ابوي يذبح الضحايا يوم انه يرعى بالبر نفس الريحه بالضبط يعني شوف بالعاده يصير الفرث كريه عندنا الفرث كريه يوم تاكل من الحبوب والشعير شعير وادويه وغرابيل وبلاوي وحتى الان يعني حتى الغذاء سبحان الله الان هذه من الطبيعه حتى ريحته مقبولة والله ريحته والله انا بالنسبه لي على انه فرث بالنسبه لي مستمتع الا انها شيء الريحه ارتبطت معك شيء في الذاكره يعني لحظات سعيده وشيء زي كذا صح هذا اول هذا شيء نفسي يمكن هذا بالذاكره اولا أيوه. ثانيا انها من الطبيعه يعني هذا وشو هذا عباره عن علف ايش فوق صح صح بسم الله الان بعد غدوة دسمة من صيدة أبو تركي الله يجزاه خير صاد وصلخ وجهز الغداء الحقيقة إنه ما قصر حط كاميرا عليها الحين أبو تركي تركي أقول ما شاء الله عليك اليوم بيضت الوجه حقيقة إنك صدت و صلخت وطبخت وغديت أنا هذه والله مو فخر يا أبو عبد الله هذا طال عمرك والله أنا أحب خدم الطيبين اللي مثلك وشرواك طال عمرك الله يوفقك الله يوفقك استانس يا مني الله يوفقك والحين لا الرمي هنا يقول ممنوع وش رايك يا ابو محمد والله ابو تركي اليوم فعلا نجم الساحه انا في الطريق ان شاء الله في سوق بعض الطويرات ونبي اخونا ابو ساره ابراهيم الفلاج ابو ساره الله حييك شلونك؟ ما شاء الله عليك الله يوفقك يا لو ما كان سجل نبي الرمي الطيب يا ابو ساره الله كريم ان شاء الله ابشروا بالخير كفو 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 تحريب ان شاء الله نبي مرق على هالطويرات تكلك ولا اللي يجي ما راح ياخذه ان شاء الله اي على العصريه ذي ما نبندق ها شوف الثانيه شوف 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 انت تقاطع بيجيب لك الحين هاي فهد ثلاث انت بس ايوه روح ثلاث تنتين تقاطع سلمت واحده مصوبه شوف بيعطنك مرمى سوى خليك جاهز بيعطنك مرمى سوى ها لا تقاطرن القطها من بيبان من هنا شوف 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 الفتحه ذي
من شوف 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 واحدة ما برامي يا هني يزهر تقاطرن أكثر هي شنو بس مش سلمت هلا والله شميجي حيو أبو سارة حيو 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 برا إذا بتنسى شوف قدام شوف قدام هنا روح فهد لا فهد لا روح شفتني أبو محمد شفتني يلا فهد وارك تكفى محمد لا نبي شيخ يمين راح يمين هذا سلمت كلنا خشفة حيا أبو محمد حيا أبو محمد حيا الصيد اليوم كان النجم الايقاع فيه ابو ساره ابراهيم الفلاج ورمى الكواريه الاولى والثانيه والثالثه وما شاء الله رجال ما يحتاج اثرهم بالنسبه لرمي الارض وليده بس انتم استعجلتوا عليه اليوم ان شاء الله بيعوض بخير ابن حلال اثر عن نفسه يوم انه شاف هذولي التكتك يفرضونها ارنب احنا نحسبه ارنب اما اغلسه الظلام هبط بسرعه علينا نحسبها انها رانب يوم انه انفجت وانا شفت بس اللي يتحرك مع الشجر واعطيها اياه نزلت وابو عبد الله يصورني يوم نظرت ولا والله مو برنب احنا ما ادري وش هو هذا الصغير قال عاد يوم رفعناه ولا التيك تيك يبان في اسمه انا حاطه السيحه حقتها عاليه مو باين مره اي والله نور عليه النور وين الكشاف اقرب من النور وهذا سم يا متل هذا الزعيم الروحي ابو عبد الله بجواري الله يطول عمره والله استفدنا منه يا جماعه اقرب من النور هالرجال الحبيب اللي ماسكنا التكتك انا لازم اقول به كلمه صراحه والله لازم اقول به كلمه صحبت ناس واجد مثل هالسوالف والعلوم الطيبه وسعه الصدر ونيس فعلا عاشرين شامه والله انه عاشرين شامه ابو عبد الله يقعد يسولف عليك ابو عبد الله تاخرون سم مع رجوله عطنا بطنه ها شوف اعطيك فك عطى بطنه ورنا بياضه انت تتصور يا ابو ولا هالعنبره ذا ما شاء الله يا حبي له والله يا على ما يقولوا مصريين دم وشربات بطنه ايوه ابو ساره ركز الكاميرا على وانتم لم اليوم قناص اليوم هذا كايف ابو ترى انت تجيبها صورة جماعية هذه لا انا اشهد بالمجموعة كل ابوهم بس عندما تيجي تقنص يا ابو محمد ادخل معي ابو تلفون عندك طال عمرك دق علي وقول يلا يا ابو ترك مشينا ان كان وسط السعودية وان كان برا السعودية والله انا اقولها صورة جماعية احنا ما انت اقول ما تبادل المجاملات لكن هالعنبر مسلي عز الله انه مسلي انا اشهد بالله عز الله انه مسلي اليوم ما شاء الله صياد طباخ الامير شوي خلي بس تروح الصوره امدح في الامير يعني شو هدقدق الرجال ابى اقول كلمه يا جماعه بس ابو عبد الله ابو عبد الله ابو اسر انا اخشى اني اقول فيه كلمه تصير شهادتي مجروحه لانه من جماعتي هذا من القصيم هذا من طينه الخبره وبعدين انا اصلي من الخبره ان قلت فيه اي شهاده فيه مجروحه عز الله انه امير وانا بس اخشى من شيء واحد انه تطبع نفسه للسلطه بعدين يجود يمسك احسن لك طبع في السلطه لا رجعنا خلاص تفوق قد توهق لا توهق انت وياه خلاص ما تقول